ضمن الاحتفالات بعيد الظهور الإلهي الإغطاس أقيم غربي النهر المقدس نهر الأردن قداس احتفالي مهيب ترأسه سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس بحضور عدد من الآباء الكهنة والشخصيات الرسمية والدينية وجمع كبير من المؤمنين الذين جاءوا من كافة الأراضي المقدسة. وفي ذات المناسبة المجيدة عيد الإغطاس ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتو القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم بحضور عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات ورئيس البلدية وممثلي المؤسسات الدينية وأبناء الرعية وجمع من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. كما في كل مكان في العالم هنا في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم يحتفل المؤمنون بعيد الإغطاس عيد الظهور الإلهي للمجوس الذين بحثوا عن النور من خلال النجم الذي ظهر في السماء ليضيء لهم روحهم ويدفعهم لملاقات النور العظيم يسوع المسيح. ففي ساعات الصباح ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون القداس الاحتفالي بحضور عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات ورئيس البلدية وممثلي المؤسسات وأبناء الرعية والمؤمنين الذين جاءوا من جميع الأراضي المقدسة. وفي كلمة للأب عماد الكامل الأب المساعد في الرعية حرص على توضيح المعنى الذي يحمله الاحتفال بعيد ظهور الرب حيث يشتمل هذا العيد على 4 أحداث: ميلاد السيد المسيح له المجد، زيارة المجوس للطفل يسوع، والعماد على يد يوحنا المعمدان، وأخيراً عرس قانا الجليل الذي كشف فيه يسوع على قدرته الإلهية حين حول الماء خمراً. ويدور هذا العيد حول نبأ قدوم المجوس من بلاد بعيدة سجدوا للطفل يسوع لدى رؤيتهم النجم في المشرق فتبعوه ليروا الطفل مع أمه مريم فسجدوا له ثم قدموا هداياهم إكراما له. وفي ختام القداس حيث البركة من الأب باتون امتلأت الكنيسة بأصوات الترانيم من قبل الجوقة التي رنمت وعزفت أجمل الترانيم الميلادية. Today we can see that Jesus is the universal savior of all the humanity. The special message for we that are living today is that like the wise men, we have to search for Jesus, to look for Jesus. We have to offer him the best that is in our life, and particularly we have to adore him like the Magi. And to adore him, it means that our will become more and more his will, or maybe that his will become more and more our will. And to adore him, it means that he is in the center of our life. بحب أعيد على جميع العالم إنه عيد الإغطاس هو عيد الظهور، ظهور يسوع في حياتنا. هو مش كلام، كل ما منعيش مع يسوع كل ما منعيش بالفرح، والفرح هو ربنا. قد ما إحنا ملكنا العالم، ملكنا كل إشي في الدنيا، هو بيعطينا السلام الداخلي، بس بخليك تحب حالك، حالك هتتقبل مين أنت. ربنا خلقك على صورته مثاله، فلازم إحنا نشكر ربنا على كل نعمة أعطانا إياها. وبتمنى يا ريت في هاللحظة نفكر في غيرنا. والمسيح أجل كل العالم، مش بس المسيحية وخلانا نكون مسيحية، كل واحد فينا ابن ربنا بغض النظر شو نحنا، وخلينا نكون إحنا نحب بعضنا. الله يحب جميع البشر ويدعوهم لأن يبادلوه الحب، فإذا من هدايا المجوس والسجود تبعهم يعلمونا أنه دائما نكون قلبنا جاهز أنه يستقبل ألوهية الرب، وأن نتذكر نحن أبناء الملك السماوي من خلال الذهب اللي قدموه، وأن نقبل محبته اللي من خلال اللي بذل نفسه من أجلنا، كمان أن نبذل نفسنا من أجل القريب. عيد غطاس مبارك، وإن شاء الله يفيض النور في حياة، نور المسيح في حياة ووجه كل مسيحي مؤمن. آمين. كل عام والجميع بخير، وكل غطاس وكل الناس بمحبة وسلام وفرح يا رب.
المسيح لما تعمد بنهر الأردن أعطانا الفرح، أعطانا المحبة والنور والسلام، وهذا هو إنه الله محبة، ودائما نطلب من الله يعم المحبة والسلام في قلوبنا وفي حياتنا. كل عام وكل المؤمنين المسيحيين بألف خير. اليوم بنحتفل في الطقس اللاتيني بعيد الظهور الإلهي. كل سنة وجميعنا بخير بعيد الظهور الإلهي، وبنتمنى إن فرح يسوع الطفل قوة ملكوته تملك على قلبنا وتعم على جميع الشعوب. آمين. وفي ذلك السياق أقيم قداساً احتفالياً ترأسه المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس، والإقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي كنيسة الروم الكاثوليك في بيت لحم، والأب سهيل فاخوري راعي كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في بيت ساحور، وذلك بمناسبة عيد الظهور الإلهي وبحضور عدد من المؤمنين الذين أتوا ليتباركوا من مياه نهر الأردن. وفي كلمة للمطران العياش حيث شكر الله أولاً على نعمة التواجد والحضور في هذا المزار، لأن الثالوث القدوس يهب المعتمد النعمة المقدسة، وهي تمكنه من أن يتوجه إلى الله بالإيمان والرجاء والمحبة، وتقويه ليحيا ويعمل بحفز من الروح القدس عن طريق المواهب، وتتيح له أن ينمو في الخير بواسطة الفضائل الأدبية. وهكذا نرى أن الحياة المسيحية لها جذورها في المعمودية المقدسة بصوت صارخ في البرية. هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. اليوم بالذات بنحتفل مع الرعية بيت لحم بيت سحور بعيد الغطاس على نهر الأردن، وبالتالي هون الشهادة الحقيقية للثالوث الأقدس لسيدنا يسوع المسيح. صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب، يوحنا المعمدان شهد له. وأنا أولا بداية بحب أني أتشكر نورسات، لأنها هي أيضا شاهدة ليسوع المسيح في كل مكان، وتحمل هذه الشهادة إلى كل قلب وإلى كل بيت. أنا أتمنى أنه نعمة المعمودية أن تغمر كل أبنائنا، وينعم علينا يسوع المسيح بعدله وبمحبته وبسلامه وطمأنينته في كل هذه المنطقة، ويمنح السلام والطمأنينة إن شاء الله، ولتكن نعمته معانا جميعا، نعمة بركة الأردن. فحلو نجتمع مع بعضنا البعض، يجي بعض الأهل بعد أبناء الرعية يأتوا هون حتى يتذكروا عهود معموديتهم، إنه ينكروا الشيطان ويؤمنوا بالله الواحد آب وابن وروح القدس. بحب أعيد على كل المسيحيين اللي بيشاهدوا نورسات، ومنحكي لكم كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله يا رب يعم السلام على فلسطين وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم كله. نشكر الله على نعمة وجود الأماكن المقدسة في بلادنا اللي بتقوينا في الإيمان. وإحنا إذا كنا منحج على نهر الأردن، هو تقليد صار مسيحي من زمن لما تعمد سيدنا يسوع المسيح في نهر الأردن، صار محطة حج بهذا الوقت من السنة كل عام، يجوا الناس ويتباركوا من هاي المي اللي باركها طبعا سيدنا يسوع مخلصنا يسوع المسيح. وفي نهاية القداس تبارك الجميع بنعمة المياه المباركة والمقدسة. وفي مشهد رائع تبادل الأهل التهاني من الجانب الأردني والجانب الفلسطيني من على ضفتي نهر الأردن، حيث عماد سيدنا يسوع المسيح له المجد. للنورسات مارلين الحدوى من ضفاف نهر الأردن أريحة.